نشرة منتصف الليل من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. مجلس نواب الشعب يصادق على المخطط التنموي للفترة 16 و2020 و2000، تقديرات برفع معدلات النمو إلى 4%. التشكيلة العسكرية المنتشرة شمالا وجنوبا تؤكد جاهزيتها لأي مخاطر إرهابية، والإعلان عن إجراءات لفائدة برج الخضراء. ومباحثة صعبة بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة حول سوريا، وانتقادات متبادلة في جلسة لمجلس الأمن الدولي. تحية طيبة لكم جميعا. نشير في بداية هذا الموعد الإخباري أنه بإمكانكم متابعتنا مباشرة على بوابة التلفزة التونسية وعن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي. صادق مجلس نواب الشعب على المخطط التنموي للفترة 16 و2020 و2000. المصادقة تمت بعد طول نقاش تحت قبة البرلمان. هذا المخطط التنموي الأول في الجمهورية الثانية لم يلقى ترحيب من عدد من نواب المعارضة الذين صوتوا ضده. بعد مكوثه لأكثر من سنتين على طاولة المقترحات والتنقيحات، ما جعله يتجاوز أجل تنفيذه بسنة وثلاثة أشهر، حظي أخيرا المخطط الخماسي للتنمية بمصادقة الأغلبية الحاضرة تحت قبة البرلمان، رغم ما تشوبه من نقائص بحسب ما كشفته مداولات النواب. من 2011 إلى حد الآن ما عملناش مخطط، وقد وفقنا الآن في إعداد وثيقة نعتبرها مخطط أولي فيه نقائص صحيح، أما فيه اتجاهات عامة. وهذا المخطط إذا أردنا له أن ينجح لابد أن تقوم عملية سياسية كبيرة، تدير حوار بين مختلف الشركاء، ونضع سياسات لتهيئة الأرضية لنجاح هذا المخطط. وبمقتضى هذا المخطط، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن تونس ستتمكن من الرفع في معدلات نموها الاقتصادي إلى حدود 4%، ومن دفع التنمية في عدد من الجهات الداخلية، مشيرا إلى أنه مخطط قابل للتعديل. طلبات اللي جاتنا من جهات 72 مليار دينار، ما نجم نقدموا إلا 40 مليار دينار، يعني فما جهات ولكن عن آليات قانونية وترتيبية تسمح لنا باش نعدلوا، وسيكون يعني مخطط متحرك. شو معناها؟ معناها نجم ندخلوا عبر البرامج التنمية الجهوية، عبر قانون المالية، عبر الميزان الاقتصادي لتعديل سنة بسنة. ومن جهتها أكدت وزيرة المالية أن المخطط الخماسي للتنمية يهدف أيضا إلى الرفع في معدل الاستثمارات العمومية والخاصة من 19% حاليا إلى حدود 15%، لخلق المزيد من مواطن الشغل خاصة في الجهات الداخلية للبلاد. الاستثمار هو العامل الأساسي باش يؤدي إلى الترفيع في إحداثات الشغل، وبالتالي تقليل من البطالة. أهداف في تحسين التوازنات المالية، نعرف اليوم فما ضغوط كبيرة على التوازنات المالية، سواء كانت الداخلية على مستوى ميزان الدولة أو الخارجية على مستوى ميزان الدفعات، فيه استرجاع تدريجي حتى في لنصل إلى سنة 2020 لمستويات معقولة معناها على مستوى التوازنات. ورغم ما يحتويه المخطط التنموي من أهداف وتوجهات تعزز الاقتصاد الوطني بحسب وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إلا أن 42 نائبا من جملة 157 صوتوا بالرفض لهذا المخطط. قررنا ككتلة الاتحاد الوطني الحر أن ما نشبش نصوتوا للمخطط، لا التوقيت يسمح ولا المحتوى كذلك معناتها يستاهل أن نصادقوا عليه. احنا نعتقد البلاد في وضع صعيب، والمخطط يلزموا حكومة موحدة، ويلزموا إرادة، ويلزموا التفاف شعبي. المخطط الأول للتنمية في الجمهورية الثانية الذي يحدد التوجهات الاقتصادية الكبرى وينصف بعض الجهات في منابها من الاستثمارات، ما زالت اعتماداته مبنية على فرضيات. أدى كل من وزراء الدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري زيارة إلى منطقة برج الخضر بولاية تطاوين لتفقد جاهزية الوحدات العسكرية وإجراء معاينة ميدانية للمنطقة بهدف إقرار المشاريع اللازمة والممكنة في إطار البرامج التنموية للحكومة بالجهة.
إلى منطقة برج الخضرة وصل وزير الدفاع الوطني في زيارة تفقد ومتابعة لجاهزية قوات الجيش الوطني لا سيما وحدات الفيلق الترابي الصحراوي الأول المتمركزة على الحدود التونسية الليبية الجزائرية. اليوم نجد باش نعاين الظروف العامة من القوات العسكرية في هذه المنطقة الحساسة، وحنا اليوم في هذه المنطقة الثلاثية، النقطة الثلاثية اللي هي على النقطة هذه من عندها أهمية سيادية. قوات نتاعنا قائمة بواجبها فيما يتعلق بتأمين الحدود، ووقع في هذه المنطقة وحنا قريب من المنطقة وقع فيها إحباط عملية من عمليات تهريب، وكانت من مقدار مالي هام جدا 400,000 دينار. زيارة تأتي في سياق الجهود المبذولة لمجابهة استمرار التهديدات المحتملة على الشريط الحدودي التونسي الليبي في ظل ما تشهده الأوضاع الأمنية في ليبيا من اضطراب في الفترة الأخيرة. وقع من أحداث السياسة الترابية بين رأس جدير وذهيبة، وسيقع تأمين هذه من الحدود بمراقبة إلكترونية، معناها الأعمال بدينا فيها، وسيقع إذن من أحداث المنظومة ثابتة بين رأس جدير وذيبة، وبين ذيبة وبرج الخضرة بشقع من أحداث من المنظومة متنقلة إلكترونية، وبالتالي سيقع إذن تأمين كل الحدود من رأس جدير حتى البرج الخضرة. زيارة شملت أيضا متابعة مشروع إعادة إحياء قرية برج الخضرة وإعمارها من جديد بالسكان. المشاريع هامة، شط جديد، رجيم معتوق، المحدث. احنا جينا اليوم مش نشوفوا من امكانيات إقامة هذا المشروع المتكامل. كانوا معناها عائلات موجودين في هذه المنطقة، نحبوا نرجعوهم هنا لأن هنا فيها كل مكونات الحياة موجودة، أي الماء العذب موجود، من الأمن موجود، وفي الحقيقة لنقص هو طريق بين رمادة وبرج الخضرة، وهذا المشروع جبار. الدولة عندها مشروع إن شاء الله بتقوم به. في هذه المنطقة الصحراوية أحزمة مراقبة متعددة بشرية وبالعتاد، وساتر ترابي يتعزز قريبا بأنظمة مراقبة إلكترونية لحماية البلاد والعباد من أي أخطار وتهديدات. خميس ببطان، التلفزة الوطنية التونسية، الحدود التونسية الليبية الجزائرية المشتركة، برج الخضرة. وفي متابعة ميدانية لجهود الجيش الوطني في الذود عن الوطن، رافق فريق من قسم الأخبار الفوج 13 مشاة ميكانيكية بجندوبة. التدريب المتواصل واليقظة الدائمة هي بعض من آليات الفوج في جهوده لمقاومة الإرهاب وحماية البلاد. نتابع. هي تدريبات تحاكي الواقع تقوم بها الوحدات العسكرية التابعة للفوج 13 مشاة ميكانيكية بجبل حيرش بجندوبة لمحاصرة العناصر الإرهابية، وإطلاق مكثف للنار لقوة قتالية اعتادت الإطاحة بمخيمات الإرهابيين والقضاء عليهم. لقينا مخيمات تقضينا على عناصر سواء في جندوب المدينة أو في عين الدبة، شارك فيها الفوج ككل، شاركنا كيف في البورباح، هذه موجودة كذلك. احنا نحكم ما ننسوش اللي قلت لكم عليها، اليقوتة متاع التدخل متاعنا هي القوة العسكرية بالشمال اللي عندها قطاع المسؤولية متاعها اللي تخدم في ورغة، في جبل ورغة اللي هو يعتبر منطقة مغلقة، يعني بالتنسيق مع الفوج 14 متاع الكاف الغاديك، لكن تخدم في القيع الكل. الفوج 13 مشاة ميكانيكية تتجاوز مهامه تضييق الخناق على العناصر الإرهابية إلى التدخل لفائدة المراكز المتقدمة للحرس الوطني والمعبر الحدودي ونجدة المواطنين عند الكوارث. نأخذ المهام العملية هي الدفاع عن حرمة الوطن وتأمين القطاع متاع المسؤولية في أمن الحدود، في مجال أمن الحدود، ومقاومة الإرهاب اللي هي العمل متاعنا تو الرئيسي. المهام العامة هي نجدة المواطنين وإغاثتهم، والمشاركة في تأمين النقاط الحساسة كما شاركنا في الانتخابات أو تأمين الامتحانات وما إلى غير ذلك. عزيمة عناصر الفوج وإيمانهم القطعي بإعلاء الراية الوطنية سلاحهم الأول للذود على كرامة الوطن، سلاح قد لا يقل أهمية عن التدريب المتواصل والعتاد العسكري المتطور. تجهيزات حديثة سواء تمكن المقاتل من أن يقوم بعمل بالعمل متاع في الأماكن الوعرة، وجندوبة منطقة وعرة تقوم بها، توصلوا على محربة من الهدف،
وتمكنوا من رؤية سواء بالليل أو بالنهار، وتمكنوا من مجابهة كل خطر موجود. التدريب المتواصل والاستعداد واليقظة ومجابهة الخطر ببسالة ترجمة لإيمان جيشنا الوطني بقضيته في الذود على حرمة الوطن. دوليا، وفي موسكو مثلت الأوضاع في سوريا محور اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن عقب هجوم خنشخون الكيميائي والضربات العسكرية الأمريكية ضد سوريا. وسط تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن بشأن هجوم خنشخون الكيميائي والضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا، عقد اجتماع في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون. أفكار غامضة ومتناقضة وإجراءات مثيرة للقلق بشأن سوريا، هكذا أجمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موقف موسكو من الإدارة الأمريكية وسياسة الرئيس ترامب، داعيا نظيره الأمريكي تيلرسون إلى توضيح ما أسماه النوايا الحقيقية للإدارة الأمريكية. وفي إشارة إلى تغير الموقف الأمريكي المفاجئ من الرئيس السوري، قال لافروف مدافعا عن موقف روسيا كحليف رئيسي للأسد، قال إن سياسة موسكو ثابتة ومنسجمة مع القانون الدولي وليست متأثرة بالمناخ السياسي الحالي وبما وصفه بالخيارات المعقدة والخاطئة. لافروف انتقد أيضا الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا دون تفويض أممي، قائلا إن موسكو تدعم الإجراءات الجماعية وترفض ما وصفه بالتحالفات وراء الأبواب المغلقة. ودعا لافروف واشنطن إلى حوار متكافئ يراعي مصالح موسكو المشروعة على حد قوله. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في المقابل بدأ أكثر هدوءا، وهو يؤكد أن هذا الاجتماع يهدف إلى زيادة توضيح مجالات الأهداف المشتركة بين واشنطن وموسكو رغم اختلاف ما أسماه بالنهج التكتيكي بينهما، داعيا إلى بحث احتمالات تضييق تلك الاختلافات. وأضاف تيلرسون أن كلا البلدين اتفقا على أن خطوط الاتصالات بينهما يجب أن تبقى مفتوحة. وفيما كان وزيرا الخارجية يجريان اجتماعا بهدف تبديد الخلافات، شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء تلفزيوني الوضع الحالي بالأوضاع عام 2003 إبان الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عندما استخدم سبب قال بوتين إنه مختلق بالكامل لإرسال القوات الأمريكية إلى العراق. وبعد هذا تحديدا بدأ التوسع السريع لجماعات إرهابية مختلفة بينها تنظيم داعش الإرهابي. وفي سياق متصل، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اليوم إن روسيا تعزل نفسها بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وإنه كان يتعين على موسكو منذ مدة توقفه عن توفير غطاء لبشار الأسد. من جانبه أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن الانقسام الإقليمي والدولي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفظاعات في سوريا، أن الفرصة سانحة لتوصل أطراف النزاع إلى إجماع لدعم مسار المفاوضات. وفي السياق ذاته طلب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديالتر المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف السورية للعودة إلى مسار المفاوضات. آلة النايلوت اختراع جديد في الموسيقى قدمه الباحث والموسيقي العراقي غازي يوسف إبراهيم. اختبار هذه الآلة تم في عرض حضره موسيقيون ضمن إطار الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية. خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم، قدم الموسيقي والباحث العراقي غازي يوسف إبراهيم آلة النايلوت التي اخترعها لحل مشاكل عدد النغمات ومحدودية الناي التقليدي. نتيجة بحث طوال 15 سنة قدرت أن أوصل إلى الشكل المرضي للعازفين، أضفنا بعض النوتات اللي ما موجودة في آلة الناي بحيث عازف الناي أصبح له حرية أكبر في التعبير في آلة النايلوت. التي تجمع بين خصائص الناي الشرقية والفلوت أو الكلارينات الغربية تقدم 24 نغمة لتتيح سهولة أكبر للعازف، إضافة إلى مساحة أوسع للاجتهاد.
الإضافات اللي فيه هي منها درجات منها ملامس ودرجات إضافية ساعدت على إيجاد أصوات أخرى تساهم أنه العازف فما شيء من الرفاهة أو الكونفاخ باش يعبر منها بطريقة منها أثبت. النيلة آلة موسيقية ولكنها أيضا حلول تقنية وثورة حقيقية في عالم صناعة الآلات الموسيقية. إلى تذكير بالعناوين. مجلس نواب الشعب يصادق على المخطط التنموي للفترة 16-2020 تقديرات برفع معدلات النمو إلى 4%. التشكيلات العسكرية المنتشرة شمالا وجنوبا تؤكد جاهزيتها لأي مخاطر إرهابية والإعلان عن إجراءات لفائدة برج الخضراء. ومباحثات صعبة بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة حول سوريا وانتقادات متبادلة في جلسة لمجلس الأمن الدولي. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا tv.tn. في الختام شكرا لتي بالمتابعة. ليلة طيبة للجميع، إلى اللقاء.